أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، الإقبال على الزواج للمرة الثانية بعد الطلاق ليس بالخطوة البسيطة، حيث وجدت دراسة اجتماعية برازيلية أعدها بعض المختصون في علم الاجتماع بأن نسبة 60% من النساء يشعرن بعقدة الذنب بعد الطلاق حتى وإن كنهن على حق، وعندما يحل نصيبها للزواج للمرة الثانية فإنها تحاول التنازل عن الكثير من مبادئها في محاولة لتحقيق الزواج الناجح بعد هذه التجربة. مشاهدينا، هذا بالنسبة للبرازيليين، للناس في البرازيل، فالوضع عندنا ممكن مشابه أو مختلف، لكن عموما للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو طبعا ضيفنا الدائم وزميلنا استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. مساء الخير. بداية دكتور، تعليقك على الدراسة أن 60% من النساء في البرازيل يشعرن بعقدة الذنب بعد الطلاق الأول. يعني الطلاق بشكل عام هو مثل القنبلة، إذا انفجرت فتتت شظاياها على الحياة الزوجية على الطرفين، وتناثرت هذه المشاعر، وخصوصا للمرأة، كون المرأة أكثر يعني عاطفية وأكثر مشاعرية من الرجل، فبالتالي يكون تأثير الطلاق على المرأة أكثر بكثير. المرأة تحتاج عادة إلى أكثر من سنة أو تقريبا سنة حسب الدراسات النفسية حتى تتخلص عاطفيا من أعباء العلاقة السابقة، حتى وإن كانت هي على صواب أو مظلومة في الزواج الأول. بغض النظر، هي تحتاج إلى أن تنفسخ من هذه العلاقة السابقة أيا كانت هذه العلاقة حتى تعيش صفاء ذهني يحقق لها الاستقرار في الحياة الجديدة. المرأة أحيانا يعني يحدث هناك أسباب تجعلها تكرر نفس الأخطاء الزواج الثاني كما تكرر في الزواج الأول. أحيانا تكون هذه الزوجة مظلومة مثل ما تفضلتي، وأحيانا تكون أخطائها هي سبب من أسباب الطلاق وليس كل الأسباب. فلا بد المرأة بعد أن يعني تنتهي من العلاقة الأولى، لا بد عليها أن تسوي جميع ما تترتب على العلاقة السابقة. إذا كانت هناك حسابات مثلا، تصفية ما يسمى ليست حسابات بقدر ما هو تصفية العلاقة كاملة. مثلا إذا كانت مشاكل بينها لخصوص الأولاد، إذا كانت مشاكل مالية، إذا كانت هناك مشاكل بالأسرة أو بالأهل، أن يكون هذا مصفى تماما قبل أن تقدم على العلاقة الجديدة. طيب دكتور، لكن بعض السيدات يعني مثل ما ذكرنا حتى في الدراسة يعني تحس بعقدة الذنب أو بأنها أقل من غيرها. نعم. لأنها تطلقت وعادت إلى منزل الأسرة، كيف تستطيع المرأة خلال مثلا مرحلة الطلاق أو المبكرة أنها تلملم نفسها مثل ما نقول أو تأهل نفسها لهذه المرحلة؟ يعني المرأة تكون أكثر، لأنها أحيانا تشعر بالذنب حتى لو كانت يعني جزء من الخطأ يقع عليها، فهي المرأة بطبيعتها عاطفية، فلذلك ذكرنا أنه لابد من مرور فترة زمنية حتى تتخلص من هذه الأعراض. أكيد بعد الطلاق لا يمكن الطلاق أن يتم بعد محبة ووفاق، الطلاق يتم بعد يعني إشكالات وبعد أخذ وعطاء وبعد تصل الطلاق إلى المحكمة. فلابد يعني أن يحدث هناك بعض المشاعر، الحزن، بعض مشاعر الضيق، الاكتئاب، أيضا القلق والتوتر، اضطرابات النوم كأعراض ما يسمى أعراض التكيف مع أزمة مرت في حياة الإنسان وبالمرأة أشد. لكنه نرجع مرة أخرى لما نقول لك والله حتى أهم منها من ذلك أنه لا تتكرر الأخطاء، لأنه في مجتمعاتنا العربية تقع أحيانا يعني نظرة سوداوية تجاه المرأة أنها مطلقة، دائما يصمونها بالمطلقة ويخافون من تحركاتها تحت المراقبة طول الوقت. نعم، تحت المراقبة تقريباً. نعم بشكل كبير. فلذلك لا، حتى تتخلص من هذه الحالة النفسية لابد أن تدخل في علاقة جديدة أو تتزوج زواج آخر، لأن الحياة لا تتوقف عند شخص أو عند زواج آخر. لابد مثل ما ذكرنا أن تفسخ العلاقة القديمة بكامل تفاصيلها، أيضا أن لا تقارن، تدخل في مقارنات ما بين الزواج السابق والزوج القادم أو الزوج السابق والزوج القادم، لأن كل ولا تسقط ما بالزوج السابق من أخطاء وتعممها على الزوج القادم. دكتور، طالما طرقت لهذا الموضوع الإسقاطات أو أنها تبدأ في المقارنة، يعني هذه بحسب يعني أكثر من سيدة مطلقة أكثر شيء متعب أو يأخذ وقت، يعني سواء كان الزوج سيء أو جيد جدا وتغير. لكن بشكل عام مثل ما ذكرت أنت، عادة المرأة تحتاج سنة، فعليا هل المرأة تحتاج لسنة أو أقل مثل ما يقول البعض أو حتى أكثر يعني لتخوض تجربة زواج ثانية؟ هي حقيقة ليست آراء شخصية، يعني هذا الأمر يختلف من شخص إلى شخص. ربما إنسان أفضل أن يتزوج فترة أقل، أو آخر يحتاج إلى عدة سنوات، 3 سنوات للزواج من أخرى. لكن الدراسات أوجد أنه هذا السن أو هذه الفترة الزمنية هي الأفضل حتى تتخلص من جميع الأعباء النفسية وحتى أيضا الاتصال بالعواطف من الزواج السابق، سواء العاطفة هذه عاطفة غضب من الزوج السابق أو حتى مثلا يعني محبة أو سابقة أو غيرها. فإذا دخلت في الحياة الزوجية الأخرى لابد أن تجلس قبل أن تدخل الحياة الزوجية الأخرى، أن تجلس مع نفسها
جلسة مصارحة وتكون صريحة مع ذاتها أن تعرف ما هو الأخطاء، ما هي الأخطاء التي وقعت فيها وتسببت في طلاقها حتى لا تكررها. لابد في أي حياة زوجية حتى لو كان الخطأ من الزوج، لابد أن هناك أخطاء يعني واكبت هذا الأمر في الحياة في من قبل الزوجة بالتالي أدت إلى الطلاق. فلابد أن تجلس مع نفسها جلسة مصارحة، تعرف الأخطاء، تعرف السلبيات، تعرف الأخطاء التي كانت في العلاقة السابقة حتى لا تكررها بيت الزوجية. أكيد طبعا، لكن مع البعد أعتقد عن جلد الذات، صحيح دكتور؟ ليس جلد الذات بقدر ما هو جلسة مصارحة مع الذات بعد مرور فترة. إذا لم تستطع أو لم تتمكن من معرفة الأخطاء، أن تلجأ إلى أحد المختصين بالعلاقات الزوجية، تجلس مع هذه الأخصائية ويتناقشون بالحياة الزوجية بعقلانية وليس بعاطفة بعد الطلاق مباشرة. صحيح. بعد فترة حتى لا تتكرر الأخطاء. دائما الزواج الثاني أكثر ديمومة، وحسب الدراسات أنه أكثر استمرارية من الزواج الأول، لكون المرأة والرجل أيضا وصلوا إلى نضج أكثر، عندهم تجارب أكثر، أصبحت الآن رغبتهم للزواج ليست كالسابق، ليست كمجرد يعني إطفاء فطرة شخصية عند الإنسان بالزواج، أو وصل سن معين أم لابد أن يتزوج، أو إملاءات من قبل الأهل. صحيح. فهذا الزواج الأول دائما ما يكون أخطاء، ولكن الزوج الثاني يكون أكثر حكمة، يكون الزوج أو الزوجة أيضا أكثر نضجا حتى للتعامل مع العلاقة الزوجية بشكل أفضل. أكيد طبعا دكتور، مهمة جدا نقطة أن الطرفين يعني سواء الزوج أو الزوجة عندهم الرغبة في استمرار هذه العلاقة. الواحد يكبر يعدي يغلط، أو على الأقل يكون في نوع من التسامح أكثر وحب استمرارية لهذه العلاقة. دكتور إن شاء الله خلال الحلقات الجاية نتكلم عن موضوع الزواج الثاني للرجل مثل ما وعدتنا، إضافة إلى موضوع الغيرة، صحيح؟ الزوج الثاني، نعم الزوج الثاني والتعدد، وإن شاء الله بإذن الله الغيرة الزوجية، الغيرة المرضية لو بإذن تعالى، والاثنين ربنا يحفظ الجميع طبعا منها ومن كل المشاكل الزوجية. دكتور فهد المنصور استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا طبعا هذه بعض المواضيع اللي إن شاء الله بنطرحها خلال الفترة المقبلة، لكن في حال وجود أي استفسارات أو مواضيع يعني تحبوا أن نتطرق لها بشكل أوسع، طبعا تواصل مع الدكتور عن طريق طبعا تويتر أو المواقع الخاصة في البرنامج. ومشاهدينا إن شاء الله دوم السعادة على بيوت الجميع، ومستمرين في سيدتي لكن أكيد بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر.